بحضور نخبة من المهتمين بعالم الموضة والجمال، أطلق متجر أو كونسبت الرائد في المفهوم العصري للعلامات التجارية والفريدة والمتميزة لكل محبيه ومتابعيه في دبي ثلاث علامات تجارية جديدة، هي وعد لاين ومجوهرات ميزون مارجيلا العالمية، بالإضافة إلى مجوهرات راسيل. صار كونسبت الحين فاتح تقريبا من 7 سنين، وانا دائما مثل ما تقول حريص اني اجيب دائما الاشياء الجديده، الاشياء الناس اللي يعني ما شافتها قبل، ودائما احرص اني مثل ما دبي دائما تفاجئ الناس، تفاجئ العالم اللي يجونها، السياح، الناس اللي عايشين فيها باشياء جديده. نفس الشيء دائما ادور على الماركات الجديده، الديزاينرز نفسهم يعني مميزين، هل يعني تيني عروض كثيرة حتى من الخارج، من مثل ما قلت يعني من فرنسا، مرات من أمريكا وإيطاليا، يعني الحمد لله المحل صار له سمعة كويسة. وبس بعدني أنا روحي أحب أسافر وأحب أطالع وأحب أروح المهرجانات والإيفنتس، ودائما أدور على الجديد. أطلقت الفنانة السعودية وعد مؤخراً خطاً خاصاً بها في عالم الأزياء يحمل اسمها وعد لاين، وتتميز تصاميمها بالبساطة والعصرية التي تناسب الفتاة الخليجية. بدأت معي أبداً، إحنا ستات تعرف نحب الموضة ونحب اللبس وكذا، وأنا بطبعي أحب الملابس السيمبل وكذا، حتى في ناس تنتقدني أنه ليش دائماً تلبسي سيمبل، ما تلبسي مشجر ومورق وتطريز وكذا، ما أقدر، أنا هذا ذوقي. حبيت وأزا بزنس يعني أنا عملته بزنس فقط لا غير يعني مش أكثر، والواحد يستغل شهرته مش غلط أنه يعمل تجارة فيها. والحمد لله أو كونسبت يعني كمان ساعدني هالموضوع أنه أنا أكون موجودة معاهم، وإن شاء الله يعني يعجبكم وإن شاء الله يعجب الجميع. كلنا نعرف، واللي ما يعرف لازم يعرف، أنها دبي قلب الخليج، يعني شئنا أم أبينا هي، يعني الحين صرنا لما نقول إحنا من خليجيين ما نقول مثلا جنسيتنا تحديدا، نقول خليجيين، you're from Dubai، إذا أجانب immediately يقولون هالجملة، ما نقدر نكذب هالموضوع. الأفلام على طول يقولوا she's from Dubai، أو الموقع in Dubai، كله صار دبي دبي دبي، which is فخر لنا كخليجيين أن احنا نكون جزء من GCC اللي هي دول مجلس التعاون. من بيروت اختارت راسيل أو كونسبت لتعرض مجموعتها من الذهب الأبيض 18 قيراط مع مجموعة من الألماس مصممة بنمط كلاسيكي جميل ورائع. هلأ دبي هي مثل عالم الموضة، سبقت أوروبا وسبقت أمريكا، سو لقالي أكيد هيدي انطلاق جديد كتير كتير منيح، ويعني إن شاء الله تكون يحبوا الناس الكولكشن تبعي، وأنا كتير بشرفني أنه أصلا عم بعمل افتتاحي بـ All Concept Store. وسو مزبوط، اللي بيختلف بمجوهراتي هي انه هي اشياء صغيره كتير بس تعطي مثل ستيتمنت اكبر، ومفوته فيها الاحجار الكريمه ونص كريمه مع الماز وذهب، يعني عملت تشكيله خلطت منها، بس بتجي قطع كبيره او مركزه بس الماز، عامله من كل التشكيلات، وكمان في منها لكل الاعمار، يعني مني مركزه على عمر معين او موديل معين. دبي عاصمة الجمال الأولى دوما بلا منازع، التي يتهافت عليها الجميع من كل أنحاء المعمورة لتكون رفيقة نجاحهم وتألقهم الدائم.